بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في سريلانكا، كاندي، فندق أليس ريجنسي. فندق أليس ريجنسي مصور غرفة من نوع ديلاكس. فندق أليس ريجنسي يقع في وسط مدينة كاندي، قريب جدا من الأسواق ومن مركز المدينة. مستوى ممتاز حسب ما يقال، هنا 5 نجوم، لكن أعتقد أنه 4 نجوم أو 4.5. هنا طبعا في شطافة موجودة، فندق أليس ريجنسي في كاندي سريلانكا، غرفة من نوع ديلاكس، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا في مدينة 2، مجلس، طبعا غرفة وسيعة، الموقع ممتاز في وسط المدينة، قريب جدا من كل شيء. مستوى كويس، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. هنا حصور الإطلالة، الإطلالة كمان ممتازة، إطلالتها على المسبح. وعلى الحديقة في عندهم كمان ملعب تنس، طاولة مثل ميدان عفوا. هنا الإطلالة، هذه إطلالة غرفة ديلاكس. طبعا يوجد فندقين يعني أسماء متقاربة في أليس ريجنت وأليس ريجنسي، حتى يعني من يحيد عن طريق النت أو شيء يفرق بين الاسمين. أليس ريجنسي هذا اللي في وسط المدينة، أليس ريجنس في الطرف الآخر يعني بعيد شوية، حدود تقريبا يعني نص ساعة أو 20 دقيقة بالسيارة إلى وسط المدينة. وطبعا هي نفس الشركة نفس المال. مع تحيات شركة المحيط للسياحة في آسيا.